مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إحنا معاك. زي ما عودناكم كل حلقة بيبقى فيها موضوع مختلف وبيبقى فيها فقرات متنوعة، بس النهاردة إحنا قررنا إن يبقى موضوع الحلقة حاجة بره الصندوق وبره كورونا وبره الأجواء اللي فضلت مسيطرة علينا على مدار الشهرين اللي فاتوا. معانا النهاردة مسابقة أو حدث عمل ضجة على فترة الشهور اللي فاتت واحنا مكملين معاه السيزون الثاني، هي مسابقة بنت النيل أو ميس نايل 2. في البداية بحب أرحب بضيفي الجميل في الاستوديو معايا، الإعلامي الجميل سامح عاطف. أهلا أهلا بك وسهلا يا يا شادي، سامح، ومنور الدنيا كلها، ودايما في تألق ومزيد من التفوق إن شاء الله. ميرسي يا حبيبي. وبحب ارحب برضو ببنات النيل او بنات ميس نايل 2 اللي منوريني معايا في الاستوديو، وهيبقى في عدد من المتسابقات موجود معايا على مدار الحلقة. بس في الاول احب ارحب بندى منى وتوتة. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا منورين. ميرسي. في البداية سامح، انت عامل ضجة كده وكنت عامل قلبان في سيزون 1، وانا شفت السيزون بصراحة انت طبعا وشفت كنت الايفنت نورتني يا شادي طبعا في سيزون 1. برحب بيك طبعا يا شادي، والحمد لله الواحد بيقدر يشتغل على نفسه كويس، يطور من نفسه، وده اللي المفروض ان اللي يحصل. مش سامح بس، التطوير ده على مستوى مصر، انك تطور من نفسك في حدث لازم تظهر للناس بيه على مدار كل 6 شهور حدث، فلازم تطلع من آن إلى آخر بحاجة مختلفة، وده اللي أنا بشتغل عليه يعني. طيب سامح عاطف عمل سيزون 1 من بنت النيل الحمد وعمله لله. بصورة مشرفة، وأنا شايف إن سامح تفوق على نفسه في الإيفنت ده. إيه سر الباور ده؟ إيه سر التفوق ده؟ إيه الخلطة السرية بتاعتك؟ لا، هو سر الباور إن أنا مش بقف يعني، مش انا ابقى رئيس وخلاص وخلصت، لا لا، انا بشتغل يعني، اشتغلت في كذا مهرجان فاشن وكذا مهرجان الكوافير، واشتغلت في كذا حاجه. بس بنت النيل سمع على الناس. ما هو بنت النيل عشان بتاعي يعني، انا رئيسه. تملي شادي لما يكون ليك حدث بتاعك بتقدر تاخد كل القرارات فيه. ليه بقى؟ لان انت لما بتكون انت شغال مع حد او حدث بتاع حد بتبقى مشتت، لما بتيجي تاخد منه مثلا معلومات او تيجي تاخد منه اخبار ما تبقاش بتاخدها كلها يعني، انما انا كل الفكره بتبقى في دماغي، انا اللي بنفذ. كل الفكره بتبقى في دماغك. الراجل ده يا جماعه انا شفته بصراحه في سيزون 1، الراجل ده بيتدرب، الراجل ده بيشتغل، الراجل ده بيتعب، الراجل ده انا شفته لحد يوم الايفنت ما كانش بينام. فمش مجرد ان هو رئيس لجنه ولا رئيس مسابقه ولا هو اللي ماسك المهرجان، لا، هو الراجل بيتعب مع البنات اللي هي بتبقى موجودة في المسابقة، وده أنا شفته بعناية. بس في الأول عاوز أسأل منى، إيه اللي خلاكي تتقدمي المسابقة يا منى؟ يعني أنت شفتي كده الحدث ولا شفتي الإعلان ولا عملتي إيه؟ هو أنا كنت متابعة سيزون 1 وصراحة كنت معجبة بكل حاجة هما بيعملوها، وأنا أصلا عارفة مستر سامح وكان نفسي أشارك في أي حاجة معي صراحة. ويعني لما هم عملوا فتحة وسيزون 2 رحت قدمت وكان نفسي صراحة أقبل، والحمد لله قبلت. وانت رايحة كده حاطة ايدك على قلبك، يا رب جداً. يقبلوني، يا رب ما يقبلونيش. صراحة كنت قلقانة جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقني وقبلت معاهم، وليا شرف طبعا مع مستر سام. يا رب ان شاء الله تاخدي اللقب كده يا يا رب منة. ان شاء الله. توتة، انت شايفه في نفسك ايه؟ يعني ايه المميزات اللي فيك اللي تخليكي تتقدمي لمس نايل او تبقي حاطه قدامك تارجت ان انت تبقي مس نايل؟ اول حاجه طبعا انا اول مره اشارك في مسابقه زي دي، وفخوره جدا ان هم قبلوني في المسابقه. مستر سامح بيعاملنا احسن معامله وبيعتبرنا بناته، واحنا مبسوطين جدا بده، وبيبذل اقصى مجهود ان هو يطلعنا بشكل كويس، وبيتعب معانا جدا، واحنا نفسنا نكسب عشان خاطر نشرفه. ما تزعقش بقى، ما وعلشان تعصبش. خاطر لا يعني جدا. بصراحه احنا اللي تعبينه وهو موفر لنا كل حاجه. بتتدلعوا يعني. بنتدلق، بس هو بيعتبرنا بناته يعني، هو يعني. اخ لينا ومخلي فيه يعني روح كويسه ما بيننا، كلنا بنساعد بعض، اللي محتاج حاجه بيعملها للتاني، بنقف جنب بعض، بنمشي مع بعض،
بنتكلم مع بعض، مصاحبين بعض، حسسنا ان احنا اخوات. طب في منافسه يعني، انتوا شايفين ان من البدايه كده انتوا شايفين ان في منافسه، في نفسنا، في واحده كده ما خالص الكلام ده مش موجود عند مستر سامح تماما، لان هو عامل ما بيننا روح كويسه. وهو اصلا يعني من البدايه خالص قلنا ان انتوا اخوات مع بعض كلكم، فعلا احنا كده مع بعض، هو عودنا على كده اصلا. طيب ارجع تاني لسامح، ايه التارجت المره دي في ميس نايل؟ لا هو التارجت ان شاء الله مختلف خالص. السيزون الاولاني الحمد لله لما عدى على خير كان معايا بنات كويسه جدا برضو، وكنت انا طلعت معاك حلقه شادي بشكرهم طبعا على الهوا. انت بتتعامل مع اكتر فئه متعبه في العالم. بنات. انا بقى انا مش متعبين. الليدي بتبقى سلاح ذو حدين، تمام، يا تعرف تحتويها يا تعرف تخليها مش قبلك. الاصعب انك تكون مش قبلك وتحبك. يعني هو الموضوع بيبتدي بتقبل اوردر غصب عنها وبعد كده بيتحول لحب. مش اوردر غصب عنها يعني، لما ممكن تستحملك يعني. هم بيقولوا دلوقتي مستر سامح مش عارف ايه، لا انا عصبي، انا عصبي شويه جدا بس احنا بنحبه جدا. اصلا لولا العصبيه انا عايز بس يعني عايز اقول لك على حاجه شادي، واحنا شباب وانت عارف انت مش هينفع تشتغل مع بنات بتطبطبها. لا طبعا. هيطلع عليك كلام مش كويس. طبعا انما انت لما تكون عارف كويس قوي انت بتتعامل مع مين. كل بنت ما تقدرش تخليها تشيل من بنت، ده اصعب كمان، اللي هو تعمل روح ما بينهم كلهم كانهم قاعدين في البيت. مش قاعدين في وكمان الاشتباه ان انت ما بتبقاش البنات كلهم مش شبه بعض. حتة الاشتباه دي انا بتعب قبل ما بختارهم. انا حتة الاوديشن كمان انا بتعب بجمع مثلا يعني. منا لما جت منا ما كانت معتوت في الاوديشن، كان في اكتر من 15 20 بنت، كنا كتير جدا. خدنا 5 أو 6، فانت بتختار من وسط 20 5 أو 6. طيب بما ان انت اتكلمت في موضوع مهم اللي هو الاختيار، الاختيار بيبقى قائم على ايه يا سامح؟ ان انا في الاوديشن اقول انا قاعد اهو سامح عاطف، هي دي. اولا انا مش ببقى قاعد لوحدي، انا ببقى معايا عامل لجنه ثلاثيه او لجنه خماسيه بتبقى باختيار للاوديشن. تمام. يعني كمان الاوديشن بيبقى له لجنه غير ان لجنه التحكيم اللي هي بتبقى في الايفنت. الناس تخلي بالها ان الموضوع فير. مش سامح عاطف لوحده بس اللي لا بيختار. لا لا خالص خالص. تقدمت واحده صديقتي برضو في المسابقه وما اتقبلتش. يعني ما اتقبلتش، قالت لي انا اترفضت ليه؟ قلت لها اللجنه رفضوكي. فانك تخلي الحاجه دي فير ده صعب. حته الاختيار بقى انا ما بدورش على 2 شبه بعض يا شادي. تمام. يعني كل بنت هتلاقي ملامح توته غير ملامح منا خالص. انا الله هيخش لك بقيه البنات برضو كل واحده ملامحها غير التانيه. ده صعب الاختيار انك تجمع 19 بنت اللي هم التوب 19. بس برضه في حاجه كده انا عاتب عليك فيها يا سامح. اتفضل. انت منقلي بنات امارات، انت حاسسني ان هم من اوروبا يعني. انت انا عايز البنت المصريه. ما هم فين البنت المصريه؟ هي هم فيهم الروح المصريه. هم الروح والشكل ولا الروح بس؟ لا بص اقول لك على حاجه. ليه سمينا بنت النيل؟ نرجع لهذا الاساس والترند. اسم المسابقه نفسه. الترند بتاع بنت النيل يعني كل كان حد بيختار يقول لك الله اسم حلو، الله اسم جميل، الله اسم كذا، الله اسم كذا، بيفكرنا بلومنا عبد العزيز. انت لا، البنات دي تلاقي مثلا منا بتعرف تطبخ، ست بيت محترمه. صح. بس منا بتعرف تنزل تتسوق تعمل شوبينج. فاصل بقى كده. منا منا لما تتجوز وتجيب بيبي ما شاء الله تقدر تفتح بيت، وده العامل الاساسي انك تختار بيه بنت النيل. الروح والاخلاق طبعا. عشان لما جوزها يختارها لو خد التايتل او ما خدتش او كانت مشاركه في المسابقه، اللي هي بنت مصريه عاديه جدا بتعمل اي حاجه غير الديليكا. الديليكا بيبقى صعب شويه. الديليكا ما تعرفش تطلع منها يعني اي تالنت عندها ما تقدرش تطلعها، ولازم بيبقى انا بختار البنت بعنايه شديده ان هي تبقى موجوده معايا. وكمان روحها، لو هي روحها مش حلوه تعمل ايه انت عشان تخليها حلوه؟ ايوه. لو ما عندهاش ثقه في نفسها تعمل ايه عشان تخليها ثقتها في نفسها تبقى كويسه؟ وده من العوامل الاساسيه في اختيار البنات اللي هم عندهم عدم خبره.
يعني بعد ما بتختار البنات برضو بيبقى تمرينهم مش بس استعراضات ورقصات، لا 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 خالص، بيبقى في تمرين اخر حاجه نفسي. خالص الكاتوك بتلعب على العمل السايكولوجي. برافو. اه طبعا في عندهم في لايف كوتش وفي وفي ثقه بالنفس وفي موارد بشريه وفي وفي حاجات كتير. يعني البنت بتطلع من المسابقه او بتدخل المسابقه بيتعمل لها تريننج برضو للعمل السايكولوجي، 3 4 تريننج يا شادي. معانا صور من الاوديشن والمسابقه بتاعت بنت النيل، هتعرضها لنا يا جماعه على الشاشه. دي مين بقى يا سامح؟ دي رضوى. مين اللي راكبه الحصان دي؟ ما كذا بنت دي مريم. آه. مريم ما جاتش النهارده عشان تعبانه شويه، ودي رضوى معانا برضو، ودي توتا هي. انا ومش شايف. تمام. هند وهند برضو موجوده معايا، اصل انا معايا امبارح كتير. وسلمى موجوده برضو معانا. وصلوا كام لحد دلوقتي يا سامح؟ هم توب 19. 19 هيتصف منهم 7 توب 10 بعد كده. 7 ولا 10؟ لا بنخليهم، انا بخليهم 12 يعني. ودي حبيبه. يعني معايا كام بنت يعني كويسين، وهتلاقي كمان البنات مش شبه بعض يا شادي. ده صعب انك تجيب بقى 20 بنت مش شبه بعض. صح. يعني انت بتشوف البنات كلها شبه بعض دلوقتي. البنات كلها طبعا شبه بعض، والبنات بس ممكن كل واحد في حاجه مختلفه. انت بقى ايه اللي شايفاه مختلفه فيكي بما انك انت احتكيتي بمنى؟ انا الحمد لله شايفه. ايه اللي يفرق توت عن منى؟ انا شايفه ان انا ثقتي في نفسي كويسه جدا الحمد لله، دي حاجه بابا علمها لي وطبعا مستر سامح، وبنشتغل عليها كويس قوي. وانا ان شاء الله باذن الله وربنا وفقني وكسبت في المسابقه دي، انا ان شاء الله هعمل، لا مش هعمل كده، انا هعمل عمل خيري كبير جدا باذن الله، ومش هخلي حد محتاج حاجه، وهكون فخوره بنفسي جدا، والفخر كله يرجع لمستر سامح. طبعا طبعا. وبالنسبه لمنى، ايه اللي شايف ان منى مختلف فيها عن توت، او انت شايفه نفسك كم في المية ممكن تقدر تعمل؟ لا اسألها بقى سؤال تاني عشان لي احلى. أيوة. لا انت دخلت المسابقة كنت ايه ودلوقتي بيه؟ صح. ما انا قلت له مستر عشان يعني منى قبل ميس نايل وبعد ما وصلت لدلوقتي ميس نايل. مستر عارف انا كنت خجولة جدا صراحة، هو بيجرأني ولسه يعني هو شغال على الموضوع ده. لان انا هسالهم اول مره اصلا كنت مكسوفه جدا وشي احمر، وكلهم بقى قعدوا يقولوا لي في ايه مالك خدي علينا وكده، ومستر صراحه ساعدني كتير. وقعدنا يعني المستر اصلا معودنا من الاول ان كلنا اخوات وكلنا واحد. في صوره على الشاشه باينه الفارس الاسمر في النص. القائد القائد بتاعنا على فكره. دي الصوره من 10 ايام كنا في الاهرامات، كان اول يوم حظر التجوال. ايوه لا اقوى من الكورونا يا مستر. اصل البلد لازم تشتغل يا شادي، البلد لازم تمشي. اي نعم، نبقى حريصين على مواعيد الدوله. طبعا طبعا. اشتغل لحد ما عدا الحظر. لحد ما عدا الحظر. تمام. انما لو عندك بقى حاجه يعني غصب عنك بتقدر تاخد بيها تصريح من الدوله او تصريح من المكان اللي انت فيه، انما احنا مش هنقف. صح. في بنات يعني في ناس بتتعب. صح. ماديا ومعنويا ونفسيا. ده كلام جميل. انا بشكر منى وبشكر توتا على الوقت الجميل اللي انتوا طلعتوا فيه معايا. هناخد فاصل صغير وهنرجع نكمل مع بنت النيل وسامح عاطف وبنات النيل اللي هيطلعوا معانا في الفقره الثانيه. هنطلع بفيديو هنشوف فيه البرومو الجميل بتاع المسابقه، وهنرجع تاني مع بنات النيل. انتظروني. We'll be right back.
رقم 15. هاي اسمي نور خالد، مش هتبقى معاكم في ميس نايل سيزون 2، صوتولي على رقم 2. مساء الخير، انا اسماء ثاني، مسابقه معاكم في مسابقه ميس نايل سيزون 2، صوتولي على رقم 5. مساء الخير، انا سلمى سليمان، مسابقه معاكم في ميس نايل سيزون 2، صوتولي على رقم 14. انا عبير عادل، متسابقه معاكم في مسابقه ميس نايل، صوتولي على رقم 7. انا اسمي ندى بدر، متسابقه معاكم في ميس نايل سيزون 2، صوتولي على رقم 11. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في الفقره الثانيه من احنا معاك. لسه مكملين معانا مسابقه بنت النيل، ومعانا الاعلام الجميل سامح عاطف، ومعايا المتسابقات الجميلات سلمى. اهلا وسهلا بحضرتك. و ندى. سلمى وندى، اهلا وسهلا. سلمى، في البدايه كده حابب اعرف منك الجو في المسابقه، ايه اجواء المسابقه نفسها؟ انت كنتي التجربه اللي انت عشتيها غيرت منك؟ تجربه جديده جدا بالنسبه لي. احنا مستر سامح معلمنا ان احنا نبقى اخوات كلنا، فاحنا مع بعض كلنا اخوات، بنعيش اجواء حلوه. ساعات بيبقى فيه شد، وساعات بيبقى فيه جد قوي، وساعات بيبقى فيه هزار، يعني بنعيش جو اسري كلنا مع بعض. انت خريجه ولا بتدرسي لسه؟ انا بدرس. شكلك لسه صغنن. بتدرسي ايه بقى؟ ده فرنساوي. ده فرنساوي، ايه علاقة بقى الأدب الفرنساوي بإن أنا خلاص بقى أبقى ميس نايل؟ ولا حاجة، بس أنا بحب مجال الميديا عامة. المسابقة هتضيف لي كتير جدا. سمعت عن المسابقة إزاي؟ في السيزون الأولاني كنت متابعة. اتفرجت على سيزون 1، شفتي بقى البنات وال ما شاء الله كانت حاجة، الاستعراضات والكلام ده كله؟ اه. طب خدت الجرأة إزاي إن أنت خلاص أنا هقدم، خلاص أنا خدت الأكشن وخدت القرار وهقدم؟ هو أنا كنت رايحة خايفة جدا. وما شاء الله كل اللي بيجي بيخاف. لا، الاختيار في الاوديشن بيبقى الموضوع صعب شويه يا شادي. عشان ما يبقاش ايه يلا تعالي يلا خشي، لا لازم يبقى في اختيار وفي تأني. انت بتختار، انا قلت لك برضو ان البنات شفت انت توتا ومنى، سلمى وندى مش شبه بعض اصلا. لا مفيش ندى. ندى غير سلمى. ما انا بقول لك مفيش بنت شبه الثانيه عندي. تمام. ندى، انت خريجة ايه او بتدرسي ايه؟ لا انا لسه في نظم معلومات، لسه بدرس. لسه بدرس في تانية. لسه بتدرسي. المسابقة نفسها، يعني نقول ندى قبل المسابقة ايه، وبعد ما دخلت المسابقة بقيت ايه؟ هو انا قبل المسابقة انا كنت خجولة برضو. لا مش كمان، يعني هو خجولة انا دي فيا على طول. تمام. بس مستر سامح طبعا هو بيدربنا ان احنا ازاي ما نبقاش في احراج وما فيش كسوف، وفي نفس الوقت انا كنت بتمنى اصلا ان انا اخش مسابقة زي ديت، والحمد لله قابلت مستر سامح طبعا، وكنت خايفة جدا في الاوديشن بصراحة، وهو برضو اداني الفرصة ان انا يعني خلاني ابقى في جراءة في الموضوع. خلالك ان هي تبقى في جراءة، ده حلو برضو ان هو يبقى الحاجز النفسي زي ما قلنا، ان الحاجز النفسي ده يتدوب خالص. لازم. ما يبقاش فيه اي رهبة او اي نوع من لا لا لا، لازم اي بنت يبقى عندها التالنت ان هي تقدر. عايز اخطف منك كده شوية حصريات كده. عايز اخطف منك السيزون الاولاني ما خطفتش منك ولا حاجة. عايز اخطف منك كده شوية حصريات. احنا المسابقه وصلت لانهي ليفل دلوقتي؟ لا الحمد لله من فضل ربنا عليا البيج عالية جدا. تمام. انا ما بعملش ممول. تمام. خالص. تمام. يعني الفيديوهات بتجيب 14-15 ألف. احنا خلصنا الاوديشن الثاني يا سامح؟ لا انا خلصت اوديشن. خلصت اوديشن خالص. انا بدات برومو الاولاني. بدات البرومو الاولاني. اللي هو الصور اللي كانت الصور اللي هي طيب عندنا المرحله اللي جايه. المرحله اللي جايه عندنا تصوير الفيديو كليب بتاع اغنيه بنت النيل ان شاء الله الاسبوع ده. دي حاجة حصري لإحنا معاك، إن بنت النيل هتصور الفيديو كليب بتاع ده اللي هيتعرض. ده اللي هيتعرض على الشاشات قصاد
لجنة التحكيم. ده قصاد يوم الايفنت نفسه. يوم الايفنت ده الفيديو كليب. تمام. انما البروموهات هتنزل عادي والصور والفوت سيشن هينزل. تمام. كل واحدة بتعمل لها اربع من اربع خمس فوت سيشن. كل واحدة بيتعمل لها من 19 ولا ال 19 بنت كل واحدة بنت. بيتعمل لها من 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 اربع من خمس لست سيشنات. من خمس لست سيشنات. لوحدها. ده كان عشان كل واحده تاخد وضعها وتاخد حقها. واخبارها ما بينزل لهم اخبار في الصحافه كتير جدا و في اخبار في الصحافه بتنزل. طبعا نزل لهم في كل المواقع. بينزل لهم في كل المواقع الدستور والفجر. دي حاجه دي حاجه جميله. واحنا برضو من هنا هنتابع برضو اخبار بنت النيل في الفقرات او في الحلقات اللي جايه برضو هنبقى في تنويهات وهيبقى في اخبار برضو موجوده معانا وعلى البيج بتاعه البرنامج هننزل برضو أخبار للي حابب يتابع أو اللي عاوز يتفرج على الحاجات اللي هتبقى نازلة من بنت النيل. بما إن برنامج إحنا معاك بقى من إحدى الرعاة عندنا في ميس نايل. ده حاجة تشرف طبعا حبيب. إن برنامج إحنا معاك هيبقى من إحدى الرعاة لبنت النيل سيزون 2 وبرئاسة سامح عاطف. حبيبي تسلم. هرجع تاني لسلمى وندى. يعني من ارخ يعني مش عايز اقول ارخم المواقف انتوا كده زهقانين وفي التدريب وتعبانين وشغالين وفجاه كده سمعت صوت زعيق من الاخر يا ندى يا سلمى ده ايه ده مستر سامح بتعملوا ايه بقى لما بيزعق ولا لما هو بيبقى في دربكه كل واحده بتاخد لها ساتر لا لا هو بيبقى في دربكه طبعا بس في الاول في الاخر احنا فهمنا ان هو يعني هو لما يبقى متعصب اجري من وشه دايما بيعمل كده علشان يطلع احسن حاجه فينا ويطلع شغله كويس جدا عشان هو دايما بيحب يطلع شغله بيرفكت يعني فهو بيعمل كده عشان مصلحتنا اكيد مش بيحب ان هو يزعق لنا ما احنا مطلع عينه بصراحه هل يعني بيبقى في حاجات محط كده زي ما بيقولوا محط شورى محط استشاره ايه رايك يا ندى ايه رايك يا سلمى بياخد ويدي معاكم في طبعا. الكلام ولا بس زي ما لا انا رئيس فرفوش انا رئيس فرفوش رئيس الفرفوش رزق يا جماعه هو اخونا قبل ما يكون في شغل يعني قبل ان هو رئيس المسابقه بتاعنا هو طبعا اخونا الكبير اي حاجه بيقولها لنا بيبقى بيوجهنا لحاجه احنا مش شايفينها بس هو شايفها صح هو طبعا عنده خبره اكتر مننا كتير فطبعا هيبقى فاهم اكتر مننا عايز اقول لك ان ندى قبل الحلقه كانت داخله خايفه انا ما انا شفتهم كلهم انا شفتهم كلهم وهم داخلين الاستوديو خايفين بص ودخلت واتكلمت عادي ما ده اللي احنا بنقول عليه الخبرات والاكسبيرينس اللي بتاخديه ان 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 الواحد لازم يقود التجربه عشان بس انا اول مره يعني انا اول مره اطلع فانا انا دلوقتي هرجع تاني لسامح دلوقتي احنا انا شايف ان ميس نايل حدث او حاله دلوقتي نجحت الحمد لله والناس بتسأل طيب الموضوع ده موضوع ميس نايل انت شايف ان هو ممكن يعمل ايه للسياحه لا انا في ظل وجود فيروس كورونا اللي انا اولا انا اشتغلت على ده تمام في ظل وجود فيروس كورونا اللي ربنا يعافينا من البلاء والابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بلينا بيه انا بشتغل بنزل اشتغل بنزل اشتغل وبصور وبروح اماكن سياحيه واخد احتياطاتك بقى وتطعتي. كل حاجه ماشيين بكل حاجه بس اللي تقول عليه الدوله احنا نعمله لازم من الساعه 3 يبقى من الساعه 3 اروح اصور بدري ساعه مش مشكله تطلع 6 الصبح 7 الصبح عادي انا ده بنصور الساعه 8 الصبح بس انت لازم تلتزم عشان ما يجيش يقول لك اصلي وفصلي انتوا حطيتوا نفسكم النهارده بنتكلم في الحالات بتزيد واحنا ان شاء الله باذن الله بعون ربنا ان شاء الله ربنا هيعفينا من البلاء ده وترجع تاني مصر لحياتها الطبيعيه مالناش دعوه بالبلاد اللي بره ترجع مصر لحياتها الطبيعيه ويا ما احنا شفنا امراض كتير الطاعون والملاريا والكلام ده كله وربنا احتوى الموضوع برضه بقدرته سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنا ودي حاجة حلوة ان المسابقة نفسها بما فيهم القائد بتاعهم هم ملتزمين بالتعليمات اللي موجودة على الاعلام بصفة عامة طيب دلوقتي الكلمني كده عن هيبقى جو الايفنت جو المسابقة هيبقى لجنة التحكيم لجنة التحكيم السنة دي قوية جدا يعني لجنة التحكيم كانت انا شفت سيزون 1 سيزون 1 كانت موجودة الفنانة المتألقة شمس طبعا بأديها التحية طبعا والفنانة نرمين ماهر والفنانة ندى بهجت والمخرج العالمي
المسرحي الكبير، واحنا كمان بنوجه لهم التحيه طبعا، وشاه بندر ومحمد حافظ واستاذ خالد السويفي ودكتور حمدي وياسمين غلاب والبنبونيه استاذ شعبان كل الشكر والتقدير من البرنامج للاسماء الجميله الكبيره اللي سامح. السنه دي مختلفه، لجنه التحكيم مختلفه، يعني هتبقى مثلا اديني كده، انا عارف ان انت بتحب تكتم عن المصادر بتاعتك او بتحب تكتم عن فنانه كبيره جدا متالقه في الدراما هتبقى موجوده في هنجيب فنانه. لا انا هديك اسم واحد بس. هتديني اسم واحد؟ فنانه محبوبه جدا من كل المصريين هتبقى موجوده في لجنه التحكيم. ولا اول حرف؟ ان شاء عين ان شاء الله. ماشي عين. فنانه محبوبه وكل مصر بتحبها وهي ليها صوت مثلا كوميديه جدا. بيبقى نفس هيبقى بنفس العدد بتاع السيزون؟ انا بقى بختار من لجنه التحكيم من 11 ل 13 يعني ان شاء الله باذن الله. طيب في حاجات يعني انا كنت بقرا في البنج عندك بعد سيزون 1، ففي ناس كانت بتتكلم بقى عن الشفافيه والناس بتتكلم عن المسابقه. الحمد لله مفيش حد طلع عندي في المسابقه قال ان انا كنت استاهل اللقب وما استلتوش، اصل فلانه كانت مش عارف كل الناس قالت ان سهيله من اول طلعها على الستيج ان تستاهل تبقى ملكه. تمام، بس كانت المنافسه ما بينهم هي وملك. المنافسه كانت ما بين سهيله وملك يعني الملكه. الملكه انما الوصفات ما كانش حد يتوقعها، ما كانش حد يتوقع، ولا هم نفسهم كانوا متوقعين، ولا هم في اتنين منهم ما كانوش توقع ان هم ياخدوا تايتل اصلا. طب دي حاجه جميله. طب دلوقتي نظام التصويت هيبقى ازاي او نظام الاختيار؟ المره اللي فاتت انا عملت حركه ما عملهاش حد في مصر ولا في العالم العربي. صح. تصويت الجمهور. صح. المره دي عامل حاجه مختلفه خالص، هتبقى بالابلكيشن الموبايل. ابلكيشن الموبايل يعني اللي في الايفنت واللي بره الايفنت؟ لا، اللي حاضر الايفنت بس. اللي حاضر الايفنت بس، لان هياخد رقم كودي هيتحط على الموبايل وعلى الشاشات هتنزل الدرجات او البول، وكل طالعه ليهم هتبقى بدرجاتها، وطبعا بخلاف درجاتهم اللي خلاف طول فتره التريننج اللي بيتدربوها، لان ما بديش واحده ملتزمه غير ان واحده ما تكونش ملتزمه في مواعيدها بتيجي متاخر. طبعا. العامل الشياكه المظهر طبعا. كل ده بيختلف معايا انا يعني كان رئيس مسابقه، لما بتيجي واحده بتبقى صاحيه وجايه بدري وعامله شعر وميك اب وبتاع ما فيهاش غلط، ملتزمه بتاخد كل درجاتها كامله، تاخد كل درجاتها وانا بديهم حقوقهم، لو يعني كل حقوقهم بياخدوها مني. حقيقة. دي حقيقه؟ انت شايفه ان ده حقيقه؟ طبعا. تمام. سلمى، كلمه تقوليها لزميلاتك او كلمه تحبي تقوليها لزميلاتك اللي معاكي في المسابقه، احنا او الناس اللي بتشوفك على الشاشه. ان شاء الله نطلع حاجه حلوه قوي بروح الحب اللي ما بيننا، احنا كلنا اخوات، دايما كلنا بنحب نساعد بعض، واهم حاجه دي دايما ان انت ما تبقاش جواك حقد ولا غل من ناحيه حد، يعني كل واحد فيه حاجه مميزه، فلازم طبيعي انت تحب الحاجه المميزه اللي فيك، واللي غير واللي قدامك فيه حاجه مميزه حبها برضو. ميرسي يا سلمى. ندى، كلمة تقوليها للبنات المضحكة حلوة دي. كلمة خلاص بقى خلينا نكمل الحلقة. شفتي؟ كلمة بقى توجهها للبنات اللي بتتفرج علينا اللي في البيوت. أنا بس عايز أعرف منك، في بنات كتير بتفكر إن هي عايزة توصل، ده حلم، أنت تقولي لهم إيه؟ أنا وصلت ازاي؟ انا التجربه بتاعتي عامله ازاي؟ هما اسعى يا عبدو انا سامعاك. جميل. يعني هو لازم يدوروا، لان ما فيش حد هو قاعد في بيته هيلاقوا الحاجه، يعني انا عشان الاقي حاجه زي كده بقالي سنين، يعني انا بقالي سنين بدور على حاجه زي كده، وفي يوم ليله مصدقه نفسك يعني مؤمنه بنفسك ان انت هتعملي حاجه؟ لا طبعا. مستر سامح هو مديني ده برضه، مديكي ثقه بنفسك؟ طبعا بصراحه. دي حاجه جميله، وحاجة أنا بشكر بيها سامح إن هو بيقدم، مش بس بيعمل حاجة ليه، لا هو بيعمل حاجة للناس، بيعمل حاجة للبلد. الحمد لله. الحلم مش حاجة صعبة، والحلم مش حاجة يعني مش حاجة مستحيلة. في حاجة برضو كنت عاوز أضيفها شايفها قدامي، اللي هي مجلة دي مجلة ميس نايل سيزون 1. كانت المجلة دي التعريف بتاعي، ودي بداية مختصرة عن المسابقة. تمام.
اهداف المسابقه ايه يعني؟ تنشيط السياحه وكده. تمام. ودي كانت لجنه التحكيم. تمام. وده فريق العمل اللي انا بشكره. كل حاجه الناس عايزه تعرفها عن المسابقه هتلاقيها موجوده. فريق العمل كله اللي كان موجود في المسابقه. زي ما الشاشه جايباها. ودول البنات. البنات اللي كانوا معايا في المسابقه هم. بتوع سيزون 1. دول بنات سيزون 1. ودول الرعاه. اللي كانوا موجودين معايا في سيزون. انتظروا بقى برنامج احنا معاك هيبقى مع الرعاه. انا بدي كل واحد حقه يا شادي عشان خاطر انت انسان الناس دي بتتعب. جميل. وده طبعا ايجيبت ميديا راعي الميديا اللي بيعملوا لي بصراحه كل الشغل الحلو. ودي طبعا كانت صورتي كانوا بيختموا بيها المسابقه. الحمد لله احنا بنتعب وبنجتهد عشان نقدر نطلع ماتيريال كويس او حاجه تكون انت كويس. فعلا على المستوى الشخصي مش بتكلم على المستوى الاعلامي بس. سامح عاطف من الشخصيات المحترمة من الشخصيات اللي أنا بحبها وبحترمها وبتتفوق ما بتعرفش حاجة غير أنها تتفوق وبتتفوق على نفسها وده التحدي الأصعب. الحمد لله. بتمنى لك كل التوفيق وحابب أسمع منك بقى كلمة أخيرة تقولها بقى للبنات تقولها للجمهور. المايك معاك. في البداية طبعا أنا بشكر كل الناس كل كرو العمل من أول يعني المعدة أي حد بقى ما بحبش أذكر أسماء يعني ربنا يخليك. شكر ليك طبعا يا شادي على استضافتك لنا النهاردة وأنت كنت من الناس اللي بتسألني على طول يلا هتبدأ إمتى هتصور إمتى. أنا متابع. أنا عن نفسي متابع. تيجي طبعا بشكر المصورين بشكر كل فريق العمل بالنسبة لفريق العمل بتاع حضرتك وإدارة القناة. بشكر طبعا الناس اللي بتتعب معايا يعني الناس اللي بتتعب معايا انا مش سامح عاطف مش لوحده بيشتغل معايا فريق عمل من اول المصورين مش عايز اقول اسماء بس انا هقول كل واحد باسمه كل واحد في موقعه المصورين فريق المصورين بشكر الجرافيك هشام خيرت واكرم دره مخرج طبعا بشكر التنظيم معايا شويه شباب في التنظيم حلوين جدا انا شفت في سيزون 1 الاورجنايزر كان عالي جدا معايا المدير التنفيذي احمد معايا محمود مدير التنظيم محمود طاطس معايا هيثم علاقات عامه معايا مروه معايا محمد نصر معايا لبنى معايا بقى مصورين معايا طالما قلت اسماء بقى ميد الحر وعبد الله كرو كبير وفهد وشادي وكل الناس مش عايز انسى حد يعني بشكر بقى الناس اللي اشتركت معايا وادتني الثقه ان هم يخشوا معايا تاني الميك اب ارتست والهير دريسر وكل مصممين الازياء كل الجنود المجهوله اللي بتسعى وبترتقي ورا قياده سامح عاطف ان هي تطلع ميس نايل بالشكل الجميل وبالشكل الناس اللي اتعودت عليه وحبيته في سيزون 1 تحيه من احنا معاك لبنت النيل ميس نايل سيزون 2 وسامح عاطف الجميل وكل الجميلات المتسابقات اللي نوروني النهاردة دي كانت فقرتنا النهاردة مع بنات النيل وسامح عاطف القائد الجميل انتظروني في الفقرة التانية هنطلع فيديو برضو علشان خاطر نشوفكو في الفقرة التانية انتظروني ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين واهلا وسهلا بيكم في فقره الاخيره من برنامج احنا معاك. بصراحه انا الفقره دي كانت طارئه بالنسبه لي بس كان في حاجه للاسف محزنه لازم اتكلم فيها وهي معهد الاورام. انا مش عارف ان المعهد ده فيه ايه يا جدعان. مره تفجير ولكورونا لعشر حالات اتصابت هو فيه ايه؟ فين الرعاية وفين الرقابة؟ بيقول لك عشر حالات من التمريض وطاقم الأطباء. يا حلاوة. لا بجد يا حلاوة. هو أنا عايز أفهم هو طاقم التمريض دوت ما بيتعمل عليه تشيك أب؟ يعني الأطباء أنا مش عارف أقول إيه. معانا الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء منزلة بيان تعالوا كده نتفرج عليه نشوف الجماعة بتقول إيه. كل الشكر والتقدير للفريق الطبي بمعهد الأورام حيث تم تحويل عدد 10 أطباء وتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا. لا برافو عليك. هم اتصابوا ازاي بفيروس كورونا؟ ده معهد أورام. يعني الحالات اللي بتجيه أورام كانسر حاجات زي كده. طيب الناس دي مش فاهم يعني فين الرقابة؟ ازاي العشر حالات دولة ولا العشرة تمريض بالاطباء دخلوا
عاوز حد بس كده لو سمعني من المسؤولين او من وزارة الصحة او حتى دكتور يكلمني يقول لي ده حصل ازاي، تمام؟ لان الكلام ده مش هنقول شيء من الهرج، مش هنقول شيء من الهزل، ده شيء من اللامسؤولية قولا واحدا. اللي حصل ده شيء من اللامسؤولية، كده مفيش مسؤولية. يعني انا ربنا يلطف بمرضى الاورام بصراحة على اللي بيحصل لهم. الطفل داخل مريض بيتعالج من كانسر، من ورم، من حاجة ربنا يعفو عنها ويشفيه منها، فجأة بقدرة قادر يلبس في كورونا. الوجع ما بقيش في المرض بس، الوجع في العقل وفي القلب، ربنا يلطف بيهم قولا واحدا. انا مش عارف اقول ايه، يعني يعجز اللسان عن النطق بكلمات وسط الهزل والهرج ده. ازاي برضو هرجع واقول وعاوز حد يجاوبني، ازاي 10 حالات سواء اطباء سواء ممرضين يوصلوا لمعهد اورام في اطفال بتعاني من امراض، الاطفال اللي هم اكتر عرضة لكورونا، الاطفال اللي هم يعني فيهم اللي مكفيهم، دي اطفال اورام على فكرة. يعني مش فاهم اللي حصل ده كان فين، فين الاطقم الطبية، فين التعقيم، فين الكشف الطبي، فين الحجر، العشرة دول جايين من فين؟ ده سؤال. السؤال هنا مش العشرة ان هم اتصابوا، اللي حصل حصل، واللي اتصاب اتصاب، واللي راح راح، واللي جه جه. العشرة دول دخلوا ازاي؟ واشمعنى 10؟ وكانوا فين قبل ما يجوا؟ هل هم منتدبين، ولا هل هم مداومين في المعهد، ولا هم جايين من فين؟ ده السؤال، لان السؤال ده ممكن يفتح لنا سكة تانية احنا ما نعرفش دول جايين من فين ولا هم مين. ما كانش حد عارف 67 جندي امريكاني كانوا بيعملوا ايه في الصين. جايز هو كان حد عارف 67 عسكري بتوع التشريفة الامريكاني كانوا رايحين الصين يعملوا ايه؟ محدش عارف. طيب العشرة دول كانوا بيعملوا ايه؟ العشر اطباء ولا الممرضين جات لهم من فين؟ راحوا فين؟ حد يرد، حد يجاوبني. انا دلوقتي بطلع وبتكلم لناس، بتكلم عن ناس الله اعلم بحالة اهاليهم دلوقتي، كفاية بس هلع وزعر كلمة كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي الاطفال دول عندهم، في حالات ظهرت في معهد الاورام اللي بتتعالج فيه اطفال عندهم كورونا. كمية الهلع، كمية الخوف، كمية القلق، أكتر ما هم قلقانين وأكتر ما البلد قلقانة على الموضوع ده. فأنا بناشد المسؤولين، شوفوا مشكلة معهد الأورام كده بواخد، تفجير، كورونا، 10 أطباء، أنت مستني إيه تاني؟ أنت مستني إيه تاني؟ يا معالي وزير الصحة، يا سيادة مدير معهد الأورام، يا كل دكتور وممرض ومشرف في ذلك الصرح الإنساني، يا ملائكة الرحمة، خافوا على نفسكم قبل ما تخافوا على الولاد اللي موجودين. أنا عارف إن أنتوا بتتعبوا وانا مش متحامل عليكم، بس انا عايز الناس تبقى عارفة الدنيا هناك ماشية ازاي. عاوز اعرف العشرة دول، الرقم ده مش 1 ولا 2 ولا 3، دول 10، دول 10. الرقم نفسه يخض، 10 في توقيت واحد، في مكان واحد، في بؤرة واحدة. الله اعلم احتكوا بمين، الله اعلم تعاملوا مع مين، الله اعلم اختلطوا بمين. احنا عاوزين نعرف الموضوع دوت في اقرب وقت، ولازم ناخد بالنا من ولادنا اللي هم اغلى ما عندنا وهم ثروتنا. مش هقول اكتر من كده، كله باين وكله واضح، والارقام هي اللي بتتكلم.
انا كان عندي كلام كتير كنت عايز اقوله، بس للاسف وقت الحلقه انتهى. هنتكلم عن الموضوع ده في الحلقات اللي جايه، ومش هننسى الموضوع، مفيش حاجه بتتنسي، خصوصا في ملف كورونا. التاريخ هو اللي هيقول بعد كده، بس احنا من هنا مش هننسى الموقف دوت، وهنتكلم فيه في فقراتنا اللي جايه. خلصت حلقتنا، بس لسه مخلصش الكلام معاكو، الكلام معاكو لسه مفتوح، وانتظروني في حلقه جديده وكلام جديد وموضوع جديد، وبرنامجكم احنا معاك. هتوحشوني لحد السبت اللي جاي، من هنا لحد السبت اللي جاي هتوحشوني، لكم مني ارق التحيات، سلام عليكم.